من سفر حزقيال إصحاح 33، هنقرأ برضو من عدد 30 لعدد 33. هنقرأ من عدد 30 لعدد 33، أعداد جميلة خالص خالص. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. وأنت يا ابن آدم فإن بني شعبك يتكلمون عليك بجانب الجدران وفي أبواب البيوت، بيتكلموا عليه كلام كويس، بيقولوا عليه حاجات كويسة. الحال اتغير، بعد ما كانوا رافضينه دلوقتي مبسوطين منه، بيشكروا فيه. بيقول بيتكلموا عليك بجانب الجدران وفي أبواب البيوت، ويتكلم الواحد مع الآخر، كل واحد بيكلم التاني. الرجل مع أخيه قائلين: هلموا اسمعوا ما هو الكلام الخارج من عند الرب. يعني بيبعتوا لبعض رسائل زي ما احنا بنعمل، بيكلموا بعض كده كلام كويس، بيقولوا لبعض تعالوا اسمعوا الكلام اللي جاي من ربنا. فحاجة مشجعة حلوة خالص، بس انتظروا للنهاية لأنها مش مستمرة كده بالطريقة، انه تتوقعوا ان النهاية كويسة زي كده. ويأتون إليك كما يأتي الشعب، بيتجمعوا والتجمع كبير وعدد كويس والحضور كويس خالص. ويجلسون أمامك كشعبي ويسمعون كلامك، يعني هم مبسوطين وبيسمعوا، بيدوا لك فرصة وبينصتوا ويسمعون كلامك ولا يعملون به. يعني سمعوا الكلام، اتجمعوا وشجعوا بعض وجوا حضروا وبيسمعوا الكلام بتاعك ولا يعملون به. أصله في الكتاب المقدس أول حاجة أنا بتعلمنا إن الحاجة الخارجية، المنظر، المظهر ما يخدعكش. حضروا وسمعوا وشجعوا بعض، يسمعون كلامك ولا يعملون به. وبيتكلم على حاجتين هنا بقى: لأنهم بأفواههم يظهرون أشواقا، بالكلام باللسان يقولوا أحسن كلام، ويبينوا إنه قد إيه مشتاقين وقد إيه مبسوطين وقد إيه فرحانين باللي أنت بتقوله. وقلبهم ذاهب وراء كسبهم. فرق هنا ما بين اللسان وما بين القلب. قلبهم ذاهب وراء كسبهم، بيدور على المادة، بيدور على الفلوس، بيدور على المنفعة. هنا في الطمع في الحاجات بتاعت العالم، عشان كده بيقول له هتكلمهم وهم يسمعوك بس مش هيعملوا باللي انت بتقوله. وقال له هنا آية جميلة خالص في عدد 32: وها أنت لهم كشعر أشواق، lovely song، شعر أشواق. عارف الإنسان اللي بيجيد الشعر، الإنسان اللي بيتبسط إنه يسمع الشعر، بيشتاق ويفرح إنه يسمعه، بيقول أنت بالنسبة لهم كشعر أشواق، كلافلي سونج، كشعر أشواق لجميل الصوت. واحد صوته جميل خالص وبيقول شعر جميل خالص، فبيقول أنت بالنسبة لهم كده كشعر أشواق لجميل الصوت يحسن العزف، وكمان على آلة موسيقية، وهو يعني very skillful very clever capable، واحد عنده المقدرة الإمكانية يقول شعر جميل خالص والصوت أجمل وبيحسن العزف. فيسمعون كلامك ولا يعملون به.
وإذا جاء هذا الكلام اللي أنت بتقوله، النبوات اللي أنت بتقولها، وإذا جاء هذا لأنه يأتي، فيعلمون أن نبيا كان في وسطهم، فيعلمون أن نبيا كان في وسطهم. لما يتحقق كلامك، لما يتم كلامك، في الوقت ده هم هيدركوا ويعرفوا، بس ممكن يكون الوقت تأخر، إنه يا خسارة كان فيه نبي وسطينا، كان فيه نبي وسطينا. فعشان كده الموضوع اللي هنتكلم عنه النهاردة بنعمة ربنا، إنه إزاي في الأعداد الأخيرة في أصحاح 33 في سفر حزقيال، إن الناس بيبينوا لحزقيال النبي احترام وإعجاب، معجبين بالرسالة بتاعته وبشخصيته هو، بعد ما كانوا رافضينه، وبعد ما كان كلامه تجيل عليهم، لا دلوقتي بيجمعوا بعضه وبيحضروا وبيسمعوا، لكن مش بيعملوا. فالحاجة دي مش أيام حزقيال النبي، ممكن تجع فيها الناس في أي جيل، وممكن في جيلنا. فممكن الإنسان يتبسط بالحاجات الخارجية، ويبقى يظهر بفمه أشواق. أنتوا عارفين إن في حاجة ممكن الناس تجع فيها، أحب إن أنا أكلمكم عنها لأنها مهمة بالنسبة لنا كلنا في حياتنا الروحية، إن ممكن الإنسان يبقى عنده wishful thinking. ضروري أنتوا عارفينه ده كويس خالص. إيه الـ wishful thinking؟ إنه الإنسان عنده اشتياقات. أنا مشتاق إن أنا أقرأ الكتاب المقدس، أخلصه قريب. ده أنا مش مشتاق إن أنا أقراه بس، ده أنا مشتاق إن أنا أدرسه، ومشتاق إن أنا أخدم، ومشتاق إن أنا أحضر القداسات باستمرار، وأحضر من بدري. وكأن الاشتياقات دي بالنسبة له كفاية. لكن الاشتياقات دي لو الإنسان ما وضعهاش في موضع الفعل، هتبقى دينونة على الإنسان من غير فايدة. فما تكتفيش بأن يكون عندك مجرد رغبة، مجرد اشتياق، ولكن الاشتياقات اللي في قلبك دي تحطها موضع العمل، تنفذها. فبيقول بأفواههم يظهرون أشواقا، ولكن قلبهم وراء كذبهم. فمش كفاية إن يكون عندي الرغبة. وانت عارفين اللي ربنا قاله لحزقيال النبي هنا، بيقول له كأنه بيجولك وبيسمعوا، إنه انترتيننج، بيتسلوا، بيقضوا معاك وقت كويس، بيتبسطوا بالوقت اللي يقضوه معاك. لكن ايه التغيير اللي حصل في حياتهم؟ ايه الاستفادة العملية؟ ايه التجديد اللي حصل ليهم؟ فهنا باين هيبوكريسي، رياء، اللي بيظهروه بلسانهم غير اللي موجود في باطنهم، في قلبهم. والآيات دي مهمة جداً لي وليك وليكي، لكل واحد مننا، اللي هو الفرق ما بين الأقوال والأفعال. ممكن الواحد مننا يقول أحسن كلام بلسانه، لكن فين الفعل؟ فين العمل؟ ده الأهم، ده الأهم. ده أنا ممكن أروح الكنيسة عشان أنا مبسوط بالطقوس،
مبسوط بالألحان وهي حاجة كويسة، بس غيرت مني إيه؟ هل أنا مثلا كنت غضوب، فزي ما كنت بقول لكم في اجتماع الخدمة، فتعلمت الصبر والاحتمال فالكنيسة غيرت مني؟ هل أنا مثلا كان عندي محبة العالم وتبت عنها وبيجي تفكيري في السماء وفي ربنا وفي الأبدية وفي الخلاص؟ هل أنا مثلا كان ليا صداقات ما ترضيش ربنا فبعدت عنها واتجهت لمخافة الله أكتر؟ هل أنا كان في فيا محبة المال والطمع وممكن أظلم غيري أو ممكن أغش أو أخدع فبطلت كده؟ فما يبقاش مجرد إن أنا فرحان بالحاجات اللي أنا بشوفها في الكنيسة أو بحضرها من غير ما تغير مني. لما بروح الكنيسة، لما بعترف، لما بتناول، لما بصوم، لما بصلي، لما أخدم، كله ده عشان يغير مني ومنك. أنا مش بميز نفسي عنكم، يعني بقول كلنا محتاجين لكده علشان يخلي الواحد مننا يجرب ويتغير. بيقول ربنا لحزقيال النبي هنا إنهم هيجوا لك ويشجعوا بعض إنهم يحضروا لك ويجمعوا بعض، لأنه ممكن الإنسان يفرح بالأسلوب، يفرح بالطريقة. إحنا كلنا بنسمع عظات كتيرة خالص، ممكن الإنسان يفرح بالكلام اللي بيسمعه أو بالبلاغة بتاعة المتكلم أو بالعبارات الرنانة أو بالمعلومات والمعرفة أو بمقدرة المتكلم، لكن النتيجة إيه؟ التغيير اللي حصل في حياتي إيه؟ إيه اللي أنا استفدته بالفعل؟ إيه اللي جدد وتغير في حياتي؟ ده اللي أهم. فعايز الإنسان إن هو ما يبقاش مكتفي بالحاجة الخارجية بس. فممكن كتير مننا لما بنتكلم على وعاظ، وهم بالفعل كده، يقول لك الوعظ ده قدير أو فصيح أو بليغ أو متمكن أو مطلع، أو ده إنسان روحاني، ده أبونا فلان ولا سيدنا الأنبا فلان، ده قديس، يبقى هو بالفعل كده. بس أنا استفدت إيه؟ اتغيرت لإيه؟ اتعلمت إيه في حياتي؟ ممكن أتبسط بالوعظة، جميلة، وعظة شيقة، أقول وعظة ممتعة، لكن إيه النتيجة؟ أنا بقول لنفسي لو أنا كل وعظة سمعتها اتعلمت واستفدت منها حاجة واحدة بس، ده أنا على مر السنين أبقى اتعلمت لحياتي كتير وغيرت مني كتير. لا يكفي إن الإنسان يعجب بالحاجة اللي بيسمعها أو يتأثر بيها تأثر وقتي. لو اللي أنا أما أقراه أو بسمعه ما وصلنيش للتوبة والتغيير في حياتي وفي سلوكي والتغيير فيا من جوه، التغيير في قلبي، التجديد بالفعل، ما يبقاش مجرد تغيير خارجي، يبقى هو ده اللي جاب الثمر بتاعه. كتير لما مفسرين يجي عند الأعداد ديت بتاعت حزقيال 33، عدد 30 لعدد 33، ويحطوا لها تايتل كده، يقولوا A false people and a true prophet، نبي حقيقي جاد
بار تقي ربنا بعته ليهم وكلمهم وسمعوه واتجمعوا بس ما تغيروش، ما قدرش يأثر فيهم إنهم يعملوا باللي هو بيقوله لهم. فلو جيت تقيم من حيث الخارج تلاقي الحضور كويس، نسبة كويسة، وبيشجعوا بعض، بيقولوا لبعض هلموا اسمعوا ما الكلام الخارج من عند الرب، كلام حلو خالص خالص. بس الأهم في الاستفادة، الأهم في العمل. فاكرين الرب المجد لما قال للشاب الغني، قال له أعمل إيه لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له احفظ الوصايا، قال له حفظتها، قال له يعوزك شيء واحد. ولما رب المجد قال له على تذهب تبيع أموالك وتعطي الفقراء وتعالى اتبعني، مضى حزين. فاكرين الراجل الناموسي سأل نفس السؤال، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ رب المجد قال له ما هو مكتوب في الناموس؟ كيف تقرأ؟ فقال له تحب الرب إلهك وتحب قريبك، قال له روح اعمل كده. يعني محتاج إن الإنسان، لو أنا عايز أستفيد من الأعداد دي بتاعت سفر حزقيال تخليني إن أنا كل وعظة أسمعها، كل مرة أقرأ الكتاب المقدس، كل مرة أقرأ في كتاب روحي، أقول أنا إيه اللي أنا طلعت بيه دلوقت؟ إيه اللي أنا أقدر أحطه in action، إن أنا أعمله، إن أنا أنفذه حتى لو حاجة واحدة بس، أجاهد لغاية ما اقتنيها، أجاهد لغاية ما اقتنيها. لأن ممكن يكون حسب الكلام المعنى المذكور في سفر حزقيال، يكون أنا ممكن بحضر عشان رغبة في معلومات، أو ممكن حد يحضر علشان حب استطلاع. إزاي الفم والقلب يتفقا؟ إن أنا ما أقولش بلساني حاجة وفي قلبي حاجة تانية، لأن ربنا قال كده على شعب إسرائيل، قال هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. حتى لما بروح الكنيسة وأحضر القداس، المردات والألحان اللي بقولها تبقى خارجة من قلبي. وحتى الأب الكاهن في القداس بيفكرنا كده، ارفعوا قلوبكم. أدينا هنبتدي القداس واسمه الصعيدة، ورفعنا الأبروسفارين عن المذبح، فبنقول ارفعوا قلوبكم. في قداس المعمودية نقول أين هي قلوبكم؟ وكل واحد مننا بكل الأمانة والصدق يقول له هي عند الرب، لأنه كنزك في السماء حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. كنزك في السماء إزاي؟ يعني لما إحنا كلنا عارفين إن ربنا مجهز لكل واحد مننا إكليل بر في السماء، ربنا مجهز لكل واحد مننا ميراث سماوي، حاجة مجد وجمال وروعة أبدية لا تشوبها شائبة. فالإنسان عنده تطلع، اشتياق، رغبة، وزي ما بقول مش مجرد اشتياق ورغبة، مجرد كده رغبات في القلب بس، ويبتدي الرغبة دي تخليه يبقى يقدر يعيش كإنسان جديد، إنسان مسيحي حقيقي، إنسان لابس المسيح، شريك للطبيعة الإلهية.
imitating God. imitating God لأنه عنده كنز في السماء، ليه اشتياق ليه. فما يبقاش الكلام مجرد زي ما ربنا قال لحزقيال، أنت بالنسبة لهم كشعر أشواق لجميل الصوت يحسن العزف، كواحد بيقول لهم حاجة جميلة خالص فرحانين بيها بس ما بيعملوش بيها. أقول لكم على قصة جريتها ليها علاقة بالكلام دوت اللي احنا بنقراه. يقول القديس جيروم مكتوب عنه إنه بيقول إنه كان مرات كتيرة يروح يحبس نفسه في الكهوف اللي موجودة فيها رفات الآباء الرسل والشهداء والقديسين الأوائل. بيعمل كده ليه؟ عشان يتأمل في الرؤى بتاعت حزقيال النبي بعيد عن الضوضاء بتاع العالم في صفاء الذهن حواليه رفات الآباء الرسل والقديسين والشهداء، وربنا يكشف له. هو نفسه قال وهناك بقول وجدت من تحبه نفسي أمسكته ولم أرخه. وجدت من تحبه نفسي فمسكت فيه. بيقول له يعني يا رب مش هسيبك، يا رب مش هسيبك. في الأعداد اللي جريناها بيقول بأفواههم يظهرون أشواقا وقلبهم ذاهب وراء مكسبهم وراء كسبهم. فهنا محتاج علاج للقلب، وكل واحد منا بيرفع صلاة كده ويقول يا رب طهر قلبي، اديني يا رب نقاوة القلب، اديني نقاوة القلب. زي يا رب ما طهرت الهيكل طهر قلبي، اطرد من قلبي يا رب كل محبة غريبة، اطرد من قلبي اي صنم اكون انا واضعه في قلبي، اطرد من قلبي يا رب اي حاجة ما تردكش، اطرد من قلبي الزوان اللي ممكن يكون الزرع في قلبي على غفلة. طهر قلبي بالكمال. يقول زي ما قال أرمي النبي طهرني فأطهر، اغسل قلبي يا رب علشان ما يبقاش في قلبي غيرك، انت اللي تبقى مالك على قلبي، قلبي ده يكون سكنة ليك، قلبي ده يكون سكنة ليك. فربنا هنا بيقول لحزقيال النبي ما تتبسطش انك دلوقتي بقيت مشهور مسموع ليك اتباع كثيرين اما يسمعوك ومبسوطين بس مش بيعملوا. زي ما أنا قلت لكم لو أنا بمارس الأسرار المقدسة في الكنيسة وأما أقرأ الإنجيل وأما أصوم، ولكن لو ما فيش تغيير عملي في حياتي يبقى إيه فايدة اللي أنا بعمله دوت؟ لأن كلام الإنجيل ده المفروض عشان ينقينا، ينقي قلوبنا، أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به، أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به.
وحتى في وقت تجسد رب المجد كان في ناس بتحب إن تسمع كتير. تلاقوا في إنجيل معلمنا لوقا، كلمتكم عنه قبل كده، لوقا 4، يقول كانوا ما يتعجبوا من كلام النعمة الخارج من شفتيه. وفي نفس الوعظة، في نفس الوقت، في نفس اليوم اللي كانوا بيتعجبوا من كلام النعمة الخارج من شفتيه، لما قال لهم على تفسير الكلام بتاع أشعياء 61 التفسير الحقيقي، ما عجبهمش، لا ده اتغاظوا منه، اتضايقوا. مش مجرد غيظ، ده فكر انهم يقتلوه، فكروا ان يرموه من فوق الجبل اللي كانت مبنية عليه مدينتهم الناصرة، اللي يعتبروا اهله، اللي تربى وسطيهم. هم في بالهم الايات دي بمعنى معين، لما جه وضحها لهم وإن هدي تمت وإن هو المسيح، ما عجبهمش. وفي ناس كتير سمعوا آباءنا الرسل وسمعوا القديس بولس الرسول وكانوا يتبسطوا، وبعد كده ما فين العمل؟ فين التغيير؟ أنا مرات لما أقرأ الآيات بتاعت حزقيال إصحاح 33 دي، عدد 30 لعدد 33، أقول ما كتير ما الواحد بيسمع نصائح. كل واحد منا فكر كده، كدين من اتقابلنا مع آباء روحيين، آباء قديسين، وقالولنا على نصائح حلوة لحياتنا، بس أنا بسأل نفسي أنا عملت بيها ولا لأ؟ لو عملت بكل نصيحة أنا سمعتها، كان هيبقى قد إيه الاستفادة في حياتي؟ ممكن أسمع وأتأثر، ولكن بعد كده بنسى. ممكن أعمل بس ما بيستمرش العمل كتير. آخر حاجة أقولها لكم في الإعداد دي، إن الكلام يا حزقيال النبي اللي أنت بتقوله لهم ده lovely song as a lovely song، كشعر أشواق، حاجة جميلة رائعة، ما صحيح، ما هو كل اللي اتكتب في الكتاب المقدس كده كلام حياة، كلام نور، كلام حكمة، كلام يطهر الإنسان. قد إيه الواحد مننا استفاد لما عرف عن أبونا إبراهيم، ولا عن إسحاق، ولا عن يعقوب، ولا عن يوسف، ولا عن موسى النبي، ولا هارون، ولا يشوع ابن نون، ولا عن استير، ولا عن رعوث، ولا عن دبورة، ولا عن صموئيل، ولا مامته حنة. الواحد لو قاعد يستمر في كده يقول لك هذه حاجات يعني نورت البشرية كلها، بس ما يبقاش مجرد تاريخ، مجرد قصص، مجرد معلومات، مجرد معرفة، ولكن عشان الإنسان يتعلم منها ويستفيد وتغير من حياته وتقوده إلى التوبة وتغير طريقة تفكيرنا وتخلينا إن احنا نرتب الأولويات في حياتنا. أبديتنا أهم حاجة، خلاص نفسنا ده الحاجة المهمة، علاقتنا بربنا، حياتنا معاه كأولاد الله، كله ده يغير مننا. كل مرة الواحد يفكر نفسه سمعت وعظة، قريت حاجة في الكتاب، رحت الكنيسة، أرجع وأنا أفضل، أرجع وأنا متغير. كديه مناس بتعثر لما تلاقي الواحد مننا قرأ الإنجيل ولكن انفعل وغضب وشتم ويعني عمل حاجات، ما تلاقي اللي قدامي أعسر.
او يلا جينا راجع من الكنيسة وانا غضبان ومتضايق، ولا طلب مني حاجة ورفضت المساعدة ولا غيره، يعصر الواحد. فعشان كده كل واحد مننا ممثل لربنا، سفير عن ربنا في حياته. فما تنسوش الآيات الجميلة اللي قالها ربنا لحزقيال النبي في إصحاح 33 آخر أعداد، من عدد 30 لعدد 33، بيبين الفرق ما بين اللي بيقوله اللسان وما بين اللي موجود في القلب، وإن القلب متعلق بحاجات غريبة ومحبة غريبة، والمحبة الغريبة قلبهم وراء كسبهم، لأنه زي ما علمنا الكتاب على لسان القديس يعقوب الرسول إنه محبة العالم عداوة لله، محبة العالم عداوة لله. لإلهنا كل مجد دائم إلى الأبد أمين. بسم الله الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. إلهنا الحنون.